السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي أيامكم كل خير. رجعت لكم فيديو جديد من لعبة ماريو ميكر. أدري أني طولت وإن شاء الله أنه يكون فيديو جميل وتنبسطون. نقول بسم الله ونبتدي. يلا نبتدي الفيديو بأول مرحلة صممها حبيبنا ام جي اللي هو معجب. صمم مرحلة الغاز للعرب ماريو ميكر، اغلب الشباب طبعا لعبوها، لكن اكيد ما راح ينفع اني اشوف الفيديو واعرف الالغاز ولا ما بيكون لها طعم. للي مو متابع ام جي او ما يعرفه راح يلقى قناته موجودة في الوصف، لازم يتابعه. يلا نبتدي المرحلة ونشوف ايش عندك يا معجب ونقول بسم الله. ايوه في البداية اوكي، عندنا بومبات ينزلون. طيب عندنا بي سويتش هنا، مو بي سويتش، اشتغل البي سويتش. يعني لازم اوصل للباو على اساس. خلنا نشوف ايش عندنا هنا. القفزة تشيك بوينت على طول، والبلوكات هذه تمنعني. البلوكات هذه تمنعني اني انط، ما راح يمديني انط فوق. طيب بس كيف اوصل للباو؟ طيب جاب بالي حركة اني افعل البي سويتش على اساس اني اقدر امر، بس ما راح اقدر. ممكن يكون مخبي شيء مثلا. مرحلة الغاز، ايش ممكن يكون مخبي؟ هلا والله وصلنا خير. ما راح احتاج البي سويتش اكيد. ممتاز، هذه يبغالي. جيد. اوبس ما انتبهت، بس ايش بقدر اسوي فوق؟ طيب بعد ما وصلنا فوق مو عارف، هل هذا اللي ابغاه مثلا كذا؟ يعني جالس احاول اني اشوف. والله تفلسفت بزيادة، ما كان لها داعي. شي نرفز والله، من بعد القروشة هذه طلع الموضوع من ابسط ما يمكن. يعني حتى من وان سايكل ممكن تجي وخلاص تاخذ الجيك بوينت. هذه اكيد تتدمج فيها وتخش. اوه لا، شكله معجب كان يبغاه ان نسوي سبرينج جمب وما درى ان هذه ان ممكن نمسك فيها هذه، فخلني العب بالطريقه اللي هو كان يبيها. اعتقد ان هذا اللي يبيه هو بالاصل، مع ان الاشواك هذه اذا كانت على السطح ممكن تمسكها وتلبسها على طول، لكن خلنا نلعب بالطريقة حقتها. ما ادري هل هذا اللي تبيه معجب او لا. يا سلام. شوفوا هذه حركات معلمين. دام ان اعطاني الريشة وعندي مسارات شوكية بقدر اخذ الدمج بوست. ممتاز. ها شو السالفة؟ اوكي القفزة يا شيخ، يمكن تحت. شكلها دايف. الدايف يا رجل. ها في شيء نسيته. ابى اجرب اسوي الطريقة الغش. سامحني يا معجب، ادري انه مو هذا اللي تبغاه، بس ما عليه يا صديقي. طيب شو السالفة؟ ما قاعد ناخذ هذه. عندي ريشتين مو مشكلة. ممكن يبغانا نكسر هذه، فلو رحنا باب ورجعنا ممكن يطلع شيء. شو السالفة يا اخي؟ خلونا نجرب نرجع. لا يا شيخ الله يسامحك. اوكي في بايب فوق. ممتاز. تشيك بوينت. واضح اني ما اقدر ادخل هنا اصلا. اتدمج احسن. اي شيء تمسكه في المويه يرفعك، ترى انا ما اضغط اللي يمشي فيرفعك لا شعوريا. فنروح. طيب نرجع زي الحلوين. اوكي. الكايزو بلوك ما يروح،
هذا اذا في نبتة ممكن يروح، فالانتحار. طيب هو يبغاني اتسلق، لو اني رميتها فوق مستحيل، ما راح اقدر ارمي فوق وانا في الموية، فاقدر اتسلق بطريقة عادية ما راح يطلع الكايزو. فهو ايش يبغى؟ واضح انه يبغاني ارمي الباو هنا، فراح يتحرك وينزل تحت، ينزل على النوت بلوك ذا، وراح ينزل لي شيء منه. المفروض هذا ينزل لي يعني اللي هو البي سويتش عشان اقدر امر. خل اجرب حركة، ممكن اقدر اخطفه مرة ثانية. ما ينفع يا رجال، الموت. فافضل طريقة اسويها اني اخليه واتسلق لكن ما امشي، فاخليه زي اللي يصقع فيني بالراس، اعطيه هد وامشي شوي شوي. اوكي كذا ممتاز، بعدها احطه الطريقة ذي وينزل البي سويتش بكل اريحية وجمال. كذا خلصنا اللغز ذا. ايش يبغى هنا؟ ما في شيء. اوه ام جي، بس كذا. جميل جميل. ايوه هذه اعرفها، لازم تسوي سبين. هذه تعادل في ماريو اليو الاخير، تعادل نفس شو اسمها، قول معي التويرل. لا وش اللي ضيعته؟ الله جي جي، والله مرحلة الغاز جميلة صراحة وروعة. تسلم يدك يا بطل ولا تحرمنا من ابداعاتك، ما قصرت والله، مرحلة صراحة ممتعة. النجمة لعيونك، تستاهل. يلا نروح للمرحلة اللي بعدها، راح نلعب المرحلة اللي بعدها من اخونا عمر اوشو. طبعا اخيرا 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 صمم مرحلة، ارسل لي اياها على تويتر وقال لي انها 30 ثانية بس. وايضا للي مو متابع عمر اوشو، قناته موجودة في الديسكريبشن، شيكوها وتابعوا. يلا نبتدي مرحلتك يا عمر ونقول بسم الله. 30 ثانية يعني سبيد رن. يا فتاح يا عليم، شو السالفة؟ اوكي انجز، عطها تويرل 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 تويرل. اوه الزنقة، انجز انجز هنا وهنا وهنا. اوه هذه يبغالها اللمسات الخفيفة. يا تويرل تويرل تويرل، يا الله الاشواك هذه مصيبة، بس افضل بكثير من ماريو القديم. ماريو القديم الدقة بزيادة، هذه شوية يعني عندك فريمات بالهبل. اوكي 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 اوكي، لا يا خسارة. اوكي اخيرا، خلصناها. الله يعطيك العافية يا عمر، ما قصرت، الله يعطيك العافية، وننتظر ابداعاتك وتسلم يدك يا بطل. يلا نروح للمرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها بنلعبها من تصميم اخونا ابو زياد، صمم او اعاد تصميم مرحلة، هو ارسل لي مرحلتين وقال لي اجربهم، فنقول بسم الله ونبدأ. طيب ايش عندنا هنا؟ باب واحد نخش. اوكي عشان المشروم امورنا طيبة. بس دقيقة ايش عندك هنا؟ كويس انك ما حبسني، نعطيها الحرية. اوه ممتاز، عندنا هذه، شكرا جزيلا، ننطلق. مو عارف الحاسب حساب الشي هذا، اني ممكن اختصر المرحلة. يلا نشوف اللي بعده.
السيارة الثانية، في واحدة ثالثة. اوكي، معقولة. طيب خلنا نحاول على الأقل نجيبها بوقت سريع. سابق الريح يا بلبل. ما أدري مين شاف توي ستوري، الله يلعن بليسكم. يعني قد ما أقدر بحاول إني أحافظ على المشروم وخلاص. والظاهر إنه صارت الحين الدبلجة في ديزني عربي فصحى، خربوها يا أخي. يعني كانت دبلجة إخواننا المصريين جيدة، هذول بينشبون لي ترى. نحاسة، ودي أعديها بالطريقة العادية. أوكي، والله جابني أبو شكله. الطريقة الحلوة اللي جات ببالي إنه مو لازم إني أركب السحابة، بس إنه ممكن أذبحها أساس ما تزعجني بعدين. أوكي، وهذا بعد. فبيبقى واحد أهون من اثنين. الواحد أموره طيبة. يلا عشانك. لعيونك هذا بحق. شكرا يا ابو زياد على المرحلة، ما قصرت. المرحلة هذه من تصميم صديقي العزيز بدر. طبعا بدر مصمم ممتاز ولاعب قديم الماريو ميكر، مصمم مرحلة الاي ام ام. نقول بسم الله ونجربها. بوت في البداية، البوت والطائر. يا ساتر. طيب هنا كويس ان ما في اي كايزو ولا شيء. هذه اذا نقزت فوقها الصدفة راح تختفي. يبي اجيها كذا الطريقة ذي. اوكي، ايش السالفة؟ في عندنا باو. اوكي، هذول خل اذبحهم. طيب نتك نفكر على راحتنا. لما يكون عندك بوت ما يمديك تاخذ الباو، نقتله. فهنا يوه. اوكي، يعني بحتاج البوت. طب لو رجعت؟ اوكي، ما راح اقدر ارجع. ولو جيت هنا يعني لازم ارجع بالبوت. طيب خلونا نجرب نتخلص من الشلمت. ننقز هنا، نرمي الباو، نقدر نرجع للبوت ندخش. ما ادري يا بدر هل هذا اللي تبغاه ولا لا. فهنا بنقدر نشوتها وممتاز. هنا بعدها بننقز على هذه وخويتها. والله خوفني، يا الله ما ادري بحتاجه ولا لا. طيب كويس، ما ادري بحتاجه ولا لا اصلا. يلا رجعنا هنا، بس ماني عارف السلاحف الناشفة ذي. النار اللي خرشتني قبل شوي. فأخش نشوف وشو بعدها. أوه، كعب مديحة. والله ورطنا كعب مديحة. يلا الحين نجرب نعلق على الزر. أيوه، هذا اللي صار، هذا اللي جاب فيني العيد قبل شوي. ممتاز. أوكي، نشوف اللي بعدها إيش ممكن تكون. أوكي، بعلق على الزر. اضرب هذي. ممتاز. هذي بيمديك تخش الظاهر. ايه بيمديك تخش. وشو ذا يا بدر، يلعن ابليسك يا بدر. وشو ذا؟ والله لعبوا فيني بنجي بونج. والله يلا كعب مديحة امورة طيبة. لا لا لا، الله يلعنك يا كعب مديحة. انا شكله اللي ورطني قبل شوي اني بتوقعها مرحلة اوتوماتيك. طيب هنا لا تتحمس. ايوه بس كذا. ما قصرت يا بدر، تستاهل نجمة. الله يعطيك العافية واستمر. والمرحلة هذه راح نلعبها من اخونا صالح او ماسا. كاتب انه تعب على المرحلة هذه واخذت منا 24 ساعة. فنقول بسم الله ونبدأ.
طيب في البداية لازم ألحق على القنابل على جهة القروش، لازم ردة فعل سريع. تصقع ذي هنا وهذه هنا، أو حاط لي كايز بلوك، فيبغالي إني أكون على الطرف. أو المفروض بالجهة الثانية زي كذا، ممتاز. أو نخش الباب عشان نسوي ريسيت. طيب أوكي، تودي القنبلة وتفلت يوشي. طيب كذا، أو كان المفروض إني أفلته متأخر على أساس يجي هنا. أيوة بيفجرها وأقدر أخش الباب، بس المفتاح، أوه المفتاح عندي. هنا نجيبها جاست فريم، يا سلام ممتاز. وتفجر هذه. طيب ايش عندنا هنا؟ الباب، تشوفون الباب ذاك؟ وفي فوق قرش، مستحيل يعطينا يوشي. ايش ممكن يكون؟ اوكي والله اني حسيت سبرينج جمب. يلا نحاول الحين نجيب السبرينج جمب من القنبة وما نضيعها زي كذا. الله يستر. الباب الحين وين؟ لا يا شيخ. طيب ممتاز، يبغالي اسوي سبن. يلا الحين خل نلحق. اوكي واضحة. بعدها اسوي سبرينج جمب. يلا لازم ما انسى اسوي عليها سبن. سبن الى سبرينج جمب. هنا ما في شيء، ايش بيكون في يعني؟ طيب ايش الحين المفروض؟ زد، في زد، بعدين كذا، وبعدين تنقز عالي. ايش غلط؟ يمكن لازم اتأخر. هذا اللي قبل شوي، مو عارف وين المشكلة بالضبط. تنقز بدري لازم، ماني عارف وين المشكلة بالضبط. هل على الطرف هل بدري؟ بجرب انط بدري هالمرة. كان المفروض تحط قروش الله يهديك او شيء. ممتاز وصلنا لجهة البوم. نعطيها كذا فكذا فكذا. اوكي ممتاز، هذه يبغالي الحق عليها على النهاية. اوه بلاتفورم يطيح، بعدين انجز هنا بتنفجر. ممتاز، ناخذ يوشي. اوكي اوكي كان يبغالي الحق عليها. اوكي الوداع. طيب جزئية يوشي، يبغالي القط السبرينج على النهاية زي كذا بالضبط. تخش هنا عندك باو. اوه يبغالي ما خسره واحد بس، تخليه هنا وتقفز. قنبلة قنبلة قنبلة. اوكي هنا ايش عندك؟ مدافع. يوه يبغالي اتعلق هنا. شو ذا؟ شو السالفة؟ Hmm?
وخلصنا المرحلة، الله يعطيك العافية يا صالح، مرحلة جميلة وممتعة، ما قصرت يا وحش وتستاهل النقمة. إلى هنا حبايب قلبي وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله أنكم استمتعتوا. أدري أني طولت على بال ما أنزل باري ميكر، بس في الأخير إن شاء الله أنه كان فيديو حلو وبرت خاطركم. إن شاء الله نشوفكم على خير قريب. استودعتكم الله، في أمان الله.